السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله هنعمل الديتول الأصلي بتاع الشركات اللي ريحته جميلة جدا، مسافة ما تمسحي بيه وتخلصي مسح يبقى ريحته موجودة في قلب الشقة. ماشي، هنعمله بطريقة جميلة جدا. هو عبارة عن الإزازة دي هتعمل 5 لتر، الإزازة دي من عند بتاع المنظفات اللي هو الكبير، ماشي، اللي بياخدوا منه المحلات الصغيرة، عشان لو رحت عند المحلات الصغيرة مش هتلاقي الإزازة دي، لازم التركيبة دي عند المحلات الكبيرة بتاعت المنظفات اللي بتاخدي منها المواد الخام بتاعت المنظفات. ماشي، هنحضر 5 لتر. طب طريقة التحضير الصحيحة اللي تدينا ريحة الديتول الأصلية ازاي؟ هنحط العبوة دي. أول حاجة هننزل بلتر من المية، وبعد كده هننزل بالإزازة نفضيها كلها، وهننزل بلتر لتر. ماشي، حطينا لتر واحد كده، فاضل لنا 4. هننزل بالعبوة دي كلها، بصي لونها، بصي هو ده الديتول الأصلي اللي زي الديتول اللي بيتباع في الصيدليات بالظبط. هننزل بيه كده، بصي لونه ما شاء الله، ده الخام، ده الديتول الخام اللي بيتصنع منه الديتول بتاع الصيدليات. بصي كل ما الديتول بيفتح معاكي ولونه فاتح، مش اللون الغامق، اللون الفاتح هو ده الديتول الأصلي. ماشي، بصي عشان يديكي الديتول بجودة كويسة، يديكي ديتول بجودة كويسة، حطينا لتر ونبتدي نقلب. كل لتر هنقلب كده لمدة 5 دقايق. كل ما بتقلبي الديتول في كل لتر بيتوزع ريحته في قلب المية كلها اللي بتجي فيها، بيتوزع الريحة في قلب المية اللي بتجي فيها. بنقلب 5 دقايق في كل لتر بنضيفه، كل لتر بتضيفيه بتقلبي 5 دقايق او 10 دقايق بنفس الطريقة كده. احنا اي نعم مش محتاجين منه رغوة ولا تقل، لان هو بيبقى عبارة عن مية، مش زي البريل، مش زي البريل او البرسيل او الشاور جيل. بس في نفس الوقت طريقة التحضير لازم التقليب بتاع الديتول كده. بصي اصل لسه لتر، بصي تقيل خالص، تقيل، فلازم نوصل لخمسة لتر. حطينا اهو، هحط اللتر التاني، وانا بنزل اللتر كده بقلب فيه، شايفين كده، بصوا ما بضيفوش زي الاولاني مرة واحدة، لا بنقلب كده اهو، وبتفضلي تقلبي طول ما انت بتنزلي بحبة حبة بتقلبي فيه. حطينا تاني لتر اهو، قرب يخلص اهو، يبقى كده فاضل لنا 3 لتر، كده فاضل 3 لتر. هقلب 5 دقايق ونضيف اللتر التالت. بصوا ما شاء الله، بصي تقيل قوي. هنزل بقى باللتر التالت كده زي التاني، واحدة واحدة، وبقلب كده فاضل لنا 2 لتر اهو. والازازة اللي انتوا شايفينها دي ب10 جنيه، 10 جنيه عملتي بيها 5 لتر، 5 لتر، 5 لتر ديتول بجودة أصلية، بجودة أصلية، ريحته زي اللي بتجيبيه من الصيدلية بالظبط. لو أقول لكم الريحة عاملة إزاي في المطبخ، مالية ما شاء الله المطبخ كله ريحة ديتول، ما بالك بقى لما كمان تمسحي بيه، هيخلي لك الشقة كلها ريحتها تحفة. أهو اللتر أهو، هقلب كمان 5 دقايق وهنزل باللتر الرابع، يعني كده 3 لتر، خليكم حاسبين معايا. ماشي، 3 لتر اهو، فاضل لنا 2 لتر ونبقى عملنا 5 لتر. بصوا اللتر الرابع زي التالت كده وزي التاني، هننزل بيه واحدة واحدة. خلي بالكم ما شاء الله ما شاء الله، تقيل مش خفيف، هنشوفه، هوريهولكوا دلوقتي، هوريكوا التقل بتاعه.
مش خفيف خالص. ابصوا بنزل كده باللتر واحده واحده وبقلب وبقلب، وتعكسي المضرب وانتي بتقلبي اعملي كده، وبعد كده تعكسي المضرب تاني. او كده فاضل لتر واحد بس هنفضيه ونشوف التقل والقوام بتاعه. اخر اللتر بقى برضك كده هنزل بيه واحده واحده اهو. بصوا ما شاء الله جميل جدا وتقيل مش خفيف، يعني كمان لو حابه تزودي على الخمسه، بس انا مش هزود، انا بحبه بصراحه يكون ايه الريحه بتاعته قويه، وهيبقى الريحه بتاعته برده قويه معاكي، بس انا بحب التقل فيه. يعني بصي ما شاء الله القوام بتاعه مش خفيف ميه زي اللي بنشوفه، لا يعني تحسي ان فيه سن التقل ما شاء الله ما شاء الله. بصي بصي ده انا حطيت 5 لتر ومحتاج كمان 2 أو لتر كمان، ما شاء الله تقيل قوي. بصوا ما شاء الله، بصي الرغوة اللي عاملها، بصي ما شاء الله ملمع الارضيات، مسافة ما تمسحي بيه هيخلي لك السيراميك بيلمع. بصي ما شاء الله، ده غير ريحته القوية كمان النفاذة، اللي لو مسحتي هتلاقي الجيران شموا الريحة من عندك من كتر ما هي ما شاء الله قوية. بصي بصي انا عايزة بس اوريكي التقل بتاعه، يعني ممكن يتزود كمان لترين. بصي ما شاء الله، بصي ولونه، بصي لونه جميل جدا ازاي، بصي بصي عامل ازاي، بصي بصوا محتاج كمان يتزود لتر او 2، بس انا هخليه كده عشان اخد منه نسبة بسيطة. يعني لو خدت حبة ادي دول حطيتهم في الجردل وانا بمسح هيمسح لي الشقة كلها وهيخليها لي زي الفل. يعني ما كتريش العبوة دي، العبوة دي اللي احنا شفناها 5 لتر، ماشي كده انت عملتيه بجودة خام، ماشي بجودة خام، هتاخدي منهم نسبة صغيرة، نسبة صغيرة هيعمل معاكي ريحة قوية في قلب الشقة. بصي ما شاء الله شايفين التقل بتاعه عامل ازاي، بصي ما شاء الله جميل جدا. بصي طريقة النهاردة سهلة وسريعة، وعملنا اجمل ديتول معطر للشقة وللارضيات كمان بيلمعها، ولو مسحتي بيه الحمام بالحيطان يخلي السيراميك بتاع الحمام بيبرق. طريقة النهاردة سهلة وسريعة، وعرفنا طريقة تحضير العبوة دي، تركيبة عبارة عن 5 لتر بتحضريها بريحة الديتول الأصلية بتاعة الصيدليات. لو عجبتكم طريقة النهاردة ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.